بعد ما قضيت الويك اند في اوسلو عاصمة النرويج وانا راجع دلوقتي على لندن، خليني اقول لكم انطباعاتي الشخصية عن البلد دي. مش اول مرة بالمناسبة ازور فيها اوسلو، دي تاني مرة، والفرق ما بين اول مرة وتاني مرة كانوا 4 سنين وشوية، وبالتالي حسيت ان في اختلاف. الاختلاف الصراحة كان للاحسن ما كانش للاوحش. بس تعالوا نسأل الاسئلة الاولانية، هل النرويج بلد غالية؟ يعني هي بلد غالية في المعيشة؟ النرويج بلد غالية في المعيشة، والأسعار كلها عالية، أسعار القطارات، أسعار الأكل والشرب، أسعار المواصلات التانية، كل حاجة أنا حسيت إنها غالية مش رخيصة. ولكن لو هتقارنها بلندن اللي أنا عايش فيها، لا، أوسلو أرخص من لندن وبفرق كويس، مش فرق بسيط. يعني في حاجات في أوسلو أنا دفعتها امبارح وأول امبارح والنهاردة أرخص فعلا من اللي أنا بدفعه في لندن. المواصلات أرخص مثلا، الأكل والشرب بالنسبة لي أرخص من لندن لو هتاكل بره. وبالتالي لو انت جاي من اي دولة في العالم هتحس انها غالية، لكن لو جاي من لندن هتحس انها رخيصة بالنسبة لك. دي اول حاجة. اوسلو طبعا نظيفة جدا، صعب تلاقي اي حاجة على الارض غير حاجات بسيطة جدا في اماكن، وبعد كام ساعة مش هتلاقيها لان عمال النظافة شغالين على طول وبينظفوا. فبصراحة البلد نظيفة منظمة، الناس بتحترم القوانين ما عدا موضوع ان الناس تعدي الاشارات. اكتشفت المرة دي ان الناس بيعدوا الاشارات وهي حمراء، مش العربيات طبعا، انا بتكلم على المشاة، عربيات بتستنى الاشارة حمراء لغاية ما تفتح. الحاجة بقى الوحشة في النرويج هي الاتي، الجو. يعني امبارح كان الجو فعلا مغيم جدا، ضبابي جدا، حتى المكان جميل بس فعلا واكل الضباب والغيمة والداركنس زي ما بسموها او السواد، واخد حتة كبيرة جدا من جمال المناطق اللي انا شفتها. ودي حاجة سبحان الله بقى ملهاش اي حل، لان دي الطبيعة بتاعتهم، هيعملوا ايه؟ لكن غير كده البلد كويسة جدا، البلد فيها فرص شغل، وانا عملت فيديو كامل عنها هنزله برضو عشان تتفرجوا عليه. البلد فيها فرص انك انت تنمو وتستقر وتكبر هناك، ده برضو موجودة. المشكلة كلها في الجو، ممكن يجيلك اكتئاب من الجو. الحياة الاجتماعية ما بينهم فعلا مش موجودة، بس انا جربت حاجة المرة دي ما كنتش جربتها قبل كده. انا بقيت ماشي في الشارع وما الاقي حد نرويجي اقول له هاي، يرد عليا بابتسامة ويقول لي هاي. فمعنى كده بقى بيردوا على الناس اهو، ده ما اعرفش الجيل بقى الصغير مثلا والجيل الكبير غير كده، مش عارف. لما واحد بقول له هاف ا لافلي داي، كنت في الاسانسير فبقول له هاف ا لافلي داي، قال لي يو تو هاف ا لافلي داي، وبالتالي بيردوا الناس وبتسموا، مش مقفلين زي ما ناس كتيره فاكره. هي بس مشكلتهم فعلا الجو، وممكن يكونوا ابتدوا ينفتحوا. انا رايي الشخصي اي حد عنده فرصه انه يروح النرويج او عنده فرصه انه يدور في النرويج على شغل يروح ويستقر. الجنسيه بعد 6 سنين زي ما دكتور احمد قال لي في اللايف اللي انا كنت عامله النهارده الصبح معاه، وفي مساعدات اجتماعيه رهيبه كبيره جدا بيقولها. استنوا بقى اللايف ده لما ان شاء الله انزله كامله على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هيعجبكم، لان دكتور احمد جه اتكلم بالتفاصيل في المساعدات الاجتماعيه وفي المرتبات وفي الوظائف وفي الناس اللي جايه جديد مهاجره جديد للنرويج تتعامل ازاي وتعمل ايه وتتصرف ازاي. استنوا بقى اللايف ده وقولوا رايكم فيه. انا انطباعي عن النرويج كل مره بروحها، ودي تاني مره ليا زي ما بقول لكم، انطباع ايجابي جدا. انا فعلا بحب النرويج وبحب اوسلو، ولو كمان جات لي فرصه اطلع الشمال في ترومسو تاني او لفوتين ان شاء الله هعملها. وبس كده، شكرا ليكم. بالمناسبه انا على طيران اسمه ساس، اسكندنافيان ايرلاين، مملوك للسويد. طيران طبعا عشان هو اسكندنافي ففخم جدا وجميل جدا، والناس تعاملها فوق الرائع، وبصراحه زي ما اخواتنا الخارجيين بيقولوا كفو وف. وبس كده، شكرا لكم. هوريكم بس الطياره كده قبل ما اقفل الفيديو. وانا دلوقتي ما بين اوسلو او ما بين النرويج وما بين بريطانيا. بس كده، شكرا لكم.